بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شباب، خلونا نرجع كده بشكل سريع اللي احنا اتكلمنا عنه في أول حلقة، كانت خاصة بالبيزكس. قلنا عشان ندرج ستيكي محتاجين ديفيجن كونتينر، علشان هو اللي هيدخل جوه منه كل حاجة، وهو اللي هيحاول يخلي لي أنا ستيكي من فين ولمين والكلام الفاضي ده. قلنا هناخد الاتريبيوت اللي اسمها داتا ستيكي كونتينر، تمام؟ واحنا كنا حطينا له كلاس وكده علشان من باب ان انا احاول احجمها. النقطة التانية كنا بنقول للديفيجن اللي هيبقى ستيكي، تمام، بياخد الكلاس اللي اسمه ستيكي، تمام. جيد، المرة دي بقى احنا هنحاول نتكلم عن الموضوع بس بشكل مختلف. بنشوف في السوشيال ميديا كتير، زي مثلا فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بتلاقي ان في تايتل بار من فوق ثابت، كل ما تيجي تنزل لتحت يبقى راشب معاك في الفيو بورد. اهو ده يا جماعة ستيكي، تمام. هو كل ما انت، ما هو الستيكي ايه؟ حاجة كل ما انت تلاقيها مش عارف ايه موجودة معاك. ده اللي احنا هنحاول ان شاء الله باذن الله نحكيه في السيشن بتاع اليوم. طيب اوكي، طيب الموضوع مربوط بالتايتل بار، والتايتل بار دي حاجه سبق وان احنا اتكلمنا عليها قبل كده، تمام ماشي. تقريبا اتكلمنا عنها في حلقه الاوف كينفاس، وقلنا لما بنيجي بندرج تايتل بار بنكتب تايتل بار على طول، تمام. الكلاس بتاعه يا جماعه كان اسمه تايتل هايفن بار، وكأن الرابط المشترك انا هحط الكلاس بتاع التايتل بار، والكلاس اللي اسمه تايتل بار ده مسؤول عن ان هو يحط لي الستايلز بتاعت التايتل بار، اللي هي اللون الاسود. لو الناس اخدت بالها منه، اللون الاسود في الاوف كانفاس لما كنا بنحط الثلاث شرط اللي هي بتاعت يوتيوب، يا رب الناس تكون مركزه. الكلاس بتاع اللون الاسود واللي واخد بوردر مش عارف ايه، واخد تاثير جميل كده، اهو ده مسؤول عنه القصه بتاعت التايتل بار. النقطه الثانيه الداتا ستيكي راح تفضل زي ما هي، لاني عايز اخليه ستيكي واربطه ديفيجن الاب بتاعه الكونتينر، تمام. جميل جدا. وبعدين كنا بنعمل ايه؟ الله يبارك لك يا رب الناس المركزه معايا. كنا بنحط اليمين والشمال، الكونتنت بتاعي يمين وشمال، تمام. ولنفرض انا هكتب كلمه معينه، هكتب كلمه فاونديشن، تمام، وهكررها كنترول سي يمين وشمال بكنترول في، واروح اشوف تاثير النتيجه بتاعي، تمام. ادي اللي حصل معايا، تمام اوكي. ده جميل خالص وامر رائع، لكن مش هو ده اللي انت عايزه. طيب انت بتشوف ايه في المواقع؟ اولا بتلاقي ان التايتل بار ده بيبقى اكستندبل، بيجي بيرشق معاك من اول الحد اليمين الفيو بورت لاخر الحد الشمال في الفيو بورت، بتلاقيه ثابت معاك. النقطه الثانيه انا مروش من ام المارجن اللي موجود فوق ده، انا عايز الغي المارجن، مش عايز مارجن، انا عايزه يرشق في سقف الفيو بورت، وده اللي بالظبط موجود في يوتيوب وفيسبوك وتويتر والكلام ده. طيب الفكره بمنتهى البساطه، الامر ده معمول سبيسيفيك للغرض ده اللي انت عايزه. هم عاملين لك تايتل بار بستيكي، يعني ستيكي تايتل بار. علشان تستدعي شويه الخصائص دولت وتعمل كنترول فيها، حضرتك محتاج كلاس اسمه داتا، او محتاج اتريبيوت اسمها داتا اوبشنز. وفي الداتا اوبشنز يا جماعه، في الاول اول حاجه مشكلتك في المارجن توب، تمام. والمارجن توب ده هو سبيسيفيك بيعالج القصه دي. يا جماعه انا بنكررها مره ثانيه، الكلاسز اللي انا بكتبها دي تحس بانها مربوطه بالجافا، بمكتبات جافا سكريبت اللي انا رابطها، الجي كويري والكلام ده، والفاونديشن جافا سكريبت، والاب جافا سكريبت اللي ما فيهوش حاجه، ده بتاعي انا. الكلاسز، اسامي الكلاسز اللي هي محجوزه في الذاكره ديت خاصه بالستايلز، لكن الاتريبيوتس ديت خاصه بالجافا سكريبتات، تمام. والامر ده يعتبر مشترك ما بين الاثنين في الاول. طيب ماشي، الحاجه اللي انا عايز اعالجها المارجن توب، تمام. هنكتب مارجن والتي، انا كتبت التي كابيتال يا جماعه، وبالله هنحاول نركز في الامر ده علشان ديت سبيسيفيك سنسيتيف ومحجوزه في الذاكره. خد بالك من حرف التي، لو كتبت حرف التي سمول الخاصيه مش راح تشتغل معاك، تمام. وهديله زيرو واعمل كنترول اس. انا مشكلتي في المارجن، تمام كده حليت مشكله المارجن. ادي بيجي البتاع ده ترشق معاك في قلب مش عارف ايه. الناحيه الثانيه انا عايز اخليه اكستندبل من اول مش عارف ايه لغايه اخر مش عارف ايه. واتساب يا مان مش مشكله، حضرتك عندك الان لاين ستايلنج، ممكن تشتغل ستايل وبتساوي وتروح تغير طبعا في الخاص الستايل الخاصه بالويتس، ولانك شغال ريسبونسيف فممكن تخليها 100% من حجم اي شاشه راح تتعرض عليها، ده اللي هيدي لك ايه النسق ده. فبتلاقي ان التايتل بار معاك يمين وشمال شغال اوكي. جوه انت التايتل بار شغال، انت انطلق بقى تايتل بار ريفت وتايتل بار تايتل وتايتل بار رايت، واكتب الايكونز، ويعني بص اعمل اللي حضرتك عايزه جوه الكونتنت ده. كيب فوكس على المثال ده بالله مره واثنين وثلاثه، لاننا هنحتاجه ان شاء الله تقريبا، يعني فين؟ في الاند بروجكت اذا ربنا يسر. كيب فوكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.